1000 لايك في 24 ساعه. من الواضح كده ان انتوا حبيتوا لعبه فاير وورك مينا بشكل مش طبيعي. عشان كده النهارده انا جاي لكم بحلقه كمان منها. ثانيه واحده بس ناخد بوده الكلام. يلا بينا. هو زي ما انتم شايفين كده بقى انا في مكان ما في سفينه يعني وجاي بقى اجي عند جزيره كده. فانا جاي بقى النهارده اعمل شاورما من المدينه دي. السؤال بس اللي انا بساله قبل بدايه المقطع واللي قبل بدايه اي حاجه، هل انا اقدر اجيب دي كده ماشي وبعدين اقوم جايب مثلا هي كب بيولعها ايه اوريدي واجيب دي معلش معلش واجيبها كده، هل ينفع ان الراجل ده يتحرك؟ ما ينفعش. ماشي معلش كنت هموت واسال بصراحه. طب الحاجات دي ينفع ان انا اولع فيها؟ طيب اعمل بيها اي حاجه؟ اضرب بيها السفينه اللي جنبنا؟ اي حاجه؟ ما ينفعش. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه ده يا عيني استاذ عظمه انت كويس يا عيني؟ ده رفضوا رابطينه لحد ما ابو الجوع. يعني زي ما انتم شايفين بقى كده احنا المدينه دي هي عباره عن مدينه قراصنه، يعني قراصنه بيجي هنا دايما باستمرار. انا بصراحه جاي اجرب المتفجرات الجديده اللي معايا عليهم. فمثلا في حاجه اسمها البيج بولز، مش عارف دي ايه، خلينا كده ايه نجربها. المفروض ان دي تقريبا بتاعت الكريسماس او حاجه زي كده. ولعها كده. ايه بقى؟ يا نهارك ازرق، ده بتنفجر في وشك. يا لهوي ايش هذا، ايش هذا والله. طيب ماشي. في حاجه هنا اسمها السكاي لانترن، حاجه زي كده تقريبا، دي الحاجه اللي بتنور السماء يعني. ده المعنى بتاع ولعت كده ولا ايه؟ ولعتي؟ اه هي ولعت، انا سامع صوت شياطها. يا نهار اسود. ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ هتنفجري؟ هتنفجري صح؟ هي مش بتنفجر ليه يا جدعان؟ يا جدعان انا زهقت. ايه طيب؟ هتولعي امتى؟ يا جدعان دي بتاعتي يا جدعان، منظر على الفاضي وخلاص ولا ايه؟ هما بيضحكون علينا ولا ايه؟ بس كده؟ بس كده سعادتك؟ هو ده؟ هو ده هو ده البتاع يعني؟ يعني هو ده كده اخرك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الاولى بدات تطلع دخان. في ايه؟ بس انا ماليش دعوه، انا بعيد عنها يابا، اصل انتوا انفجر جامد في وشنا ولا حاجه. طيب احنا عندنا بقى ايه؟ حاجه جديده اسمها تيوبس. فين انتوا فرقعات ناريه اللي بتبقى طويله كده وبتبقى هي كده. بصوا هو من الواضح ان المدينه اللي فاتت كان فيها جليتش تقريبا، هحاول ان انا احلها كمان شويه. بس انا ايه قلت اما لوب مدينه ثانيه كده، لان ايه المدينه دي عباره عن سوبر ماركت كارفور. واسع يا ابني كده عديني يابا. طب انا عندي سؤال بس، الناس دي بتتحرك يعني؟ انا مثلا لو جبت مثلا حاجه من الحاجات العاديه اللي بتنفجر ديت اللي احنا عارفينها اللي هي الحلوه دي. ايه النهار اسود؟ بقول لكم ايه يا جدعان؟ انتوا عارفين معنى الكلام ده ايه؟ استنوا بس كده اما تشوفوا هيحصل ايه في الراجل ده وهيحصل ايه في المكان. نهار اسود العيال الصغير، انا اسف. ايه اللي حصل للراجل اللي كان هنا؟ يا عيني ده تاني خالص. يا نهار اسود المكان بيولع، انا ولعت في السوبر ماركت. السوبر ماركت راح في داهيه. نبقى عاقلين، مش هينفع بقى الجو الهبل ده وان احنا نعمل اي حاجه ونطلع نجري. ماشي لازم نعرف احنا بنعمل ايه كويس. خلينا بس نجيب مثلا ايه البانكن ديت. انا نجيب انا خد خد بانك خد بانك خد بانك خد بانك خد بانك خد بانك. انت كويس صحت ولا ايه؟ انا ولعت في واحده تقريبا، فالواحده تخليهم كله. اه يا لهوي ايش هذا؟ ايش هذا؟ الراجل يا نهار اسود، يا نهار اسود. الراجل راح في ده. الراجل بيولع. السلام عليكم، انت كويس؟ صعبك هناك بيولع الرأي. يا نهار اسود ده البتاع لسه مكمله. طيب هو انا عندي سؤال، يعني ممكن نجيب مثلا ايه يا نهار اسود، هو ايه اللي ماسك ده؟ هو ماسك في حاجه لونها اخضر، هو في ايه؟ لا يابا انا بره عن الحوار ده، انا بره عني. تعالى كده الراجل ده. يا عم انا عملتها على رجلك يا عم، في ايه يا عم انت مالك خير عليه كده؟ مالك؟ استنى كمان نشوف ده. ده ما بينفجرش، انا افتكرته هينفجر والله. طلع بيعمل شويه حاجات كده بسيطه وخلاص وبيتفتف حاجات ويمشي. الخيرة اللي هنا خلصت يا جدعان؟ هي خلصت بس ناقص دي. ثانيه واحده نرميها في وش واحد مواطن. يا لهوي نزلت عليه هيد شوت، جابت اجله. طيب هنا في البتاع في مخزن هنا، دخلوني. ثانيه واحده كده افتح الباب. الو ثانك يو، هلو ثانك يو، يس اي ام دونكي. انا سامع حد بيقول هلو ثانك يو، والله العظيم ما اتجننتش انا يا جدعان. يعني ايه التيوبز دي بقى؟ ايه موضوع التيوبز دي؟ خلينا نشوف. يا نهار اسود والله العظيم جامد جدا. احنا عندنا منه ده في مصر ده تقريبا صح؟ هو يا ابن المجنون، يا ابن المجنون مش عايزكم فيها. احنا عندنا بقى مهمه ان احنا بما ان هم مش عايزين يدخلونا المكان ده ماشي، فاحنا هنزعلهم على شبابهم. هنعمل ايه بقى؟ نجيب الحاجات التيوبز بتاعتنا. ايه ده نجيب التانك دي؟ انا فاكر انا جربتها المره اللي فاتت تقريبا، اللي تفضل تمشي وتطلع مفرقعات ناريه وكده. اي هي بتطلع مفرقعات الناريه منين؟ مش عارف ليه حاسس ان انا قلت نفس الافيه ده المره اللي فاتت. بيقول لك ايه ليتل بوي، يعني ده الطفل الصغنن.
فاحنا هنجيب الطفل الصغنن ونحطه جنب الراجل المحترم ده. انا قلت جنب الراجل مش على الراجل ماشي. ونايه ونفجر امه. يا نهار اسود يا لهوي يا نهار يا نهار يا لهوي يا لهوي. بص الحاجه وقعت على الراجل. هو في ايه ده الليتل؟ امال ايه الكبير؟ وانا ينفع اخرج؟ ينفع اخرج بجد؟ يابا انت بتعمل ايه انا يابا؟ بتعمل ايه؟ ثانيه واحده بقى عشان انت راجل ادب. انا مش عاجبني منظرك، منظرك مش جاي معايا بصراحه. لا لا منظرك مش جاي معايا يا عم. هو انت صدق بالله انت وقعت وقعه مثاليه. ربنا معاك بقى. يا نهار اسود العربيه اتحركت، العربيه كاوتشتها. انا فجرت كاوتشات العربيه كمان. ده انا نفخت ام. بقول لكم ايه يا جدعان؟ انا بجد انا عندي سؤال والله، لا والله العظيم والله هو سؤال بجد. هو انا لو جيت ثانيه واحده انا بس انا هحط في كل شبر في امه بتاع من جي ونجرب نشوف ايه اللي هيحصل. يعني هيفضل عايش المكان مش هيفضل عايش؟ هنشوف ايه اللي هيتبقى منه بعد ما نفجره. يعني تجربه اجتماعيه يعني سوشيال اكسبيرمنت مش عشان نبقى احنا عارفين يعني. طيب احنا كده حطينا في كل حته تقريبا، هي ناقص بس الحته دي اللي وانا راجع بس كده دي اتحطت ماشي. نعمل بقى ايه طريق كده. انا هولع دي وهولع اللي بعدها عشان مش متاكد اذا كانت دي هتولع ولا لا. يا لهوي يا لهوي يا نهار اسود ايه اللي حصل جوه؟ المكان كان منور يا جدعان، دلوقتي المكان عباره عن ضلمه ومفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه منوره. عايز ادخل اشوف ايه اللي حصل. يا نهار اسود الصوت لسه موجود، معنى كده ان في ناس لسه عايشه. بس الراجل ده مات والراجل ده مات. ايش هذا؟ ده مرميين في كل حته يا ابو عم. الناس مش راحت، الاكل حتى اللي كان هنا طلع بره. ايه ده؟ ده في واحد بيطلع ايده وعايز يمسك حد. اتفتح يا جدعان الباب. الله اكبر، مهمتنا نجحت. الباب اتفتح. طيب بما ان الباب اتفتح احنا عارفين كلنا ان احنا يعني هنعمل ايه. بما ان الباب اتفتح نشوف مثلا اذا كنا نقدر ان احنا نفتح ده كمان. بما ان طلع فيه باب ورا كمان بقى يبقى الباب ده بيتفتح هو كمان. بقى احنا بقى بنفتحه يا جدعان بطريقتنا بكل ادب وبكل احترام، بنطلب ان هو يتفتح. تعالى ولا الله ولا وريني، انا عايز اتفرج انا عايز اتفرج. يا لهوي يا نهار اسود يا نهار اسود. يا ايه اللي حصل جوه؟ تاني تمام الباب ده اتفتح يا جدعان، فتحنا المكان من ناحيتين. تخرج وتدخل تخرج وتدخل. انا بيعجبني قوي. بصوا تك 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 ناخد بوج. رجعنا لنفس الماب التعيسه ديت من تاني بعد ما صلحنا المشكله اللي كانت فيها. زي ما انتم شايفين في نافوره وفي ولعه وفي كل حاجه. اكتشفت بقى ان احنا نقدر ان احنا نتحكم في الوقت يا جدعان ماشي. يعني بصوا مثلا دلوقتي انا كده مخلي الوقت يبقى سريع جدا. بصوا شوف شوف داي ايوه مش عايز يرجع تاني ليه؟ بس اثبت بقى اثبت اثبت كده. نقدر ان احنا نخليها صبح ونقدر ان احنا نخليها ليل في نفس الوقت عادي جدا، ما عندناش مشكله. عايزين بقى ايه نعمل بقى اكبر فاير وورك عرفه تاريخ اليوتيوب. هتقولي ازاي؟ هقول لك بقى اصبر عليا بقى كده. دي واحده ثانيه ثالثه الرابعه الخامسه حلو. وهنجيب بقى ايه من كل حاجه نوع معين من الايه الانفجارات. هات ده مثلا بربل عشان بحب البربل ماشي. وبعدين نجيب مثلا لا بلاش الحاجات دي، الحاجات دي مالهاش لازمه اصلا ما بتعملش حاجه حلوه. ايه ده؟ ام 50 ماشي. وعايزين بيقول لك في بي اس 5، هي إيه دي بتاعت بي اس 5 يعني ولا ايه دي؟ دي بلاي ستيشن صغنن ده يعني ولا ايه؟ طيب هات لنا بقى ايه يا ابو عمو الجالاكسي نوت ده احنا جربناه المره اللي فاتت. اللي ما اتفرجش على الحلقه يعني يبقى اتفرج عليها ماشي. نحط دول شويه هنا. عايزين بقى ايه وسط كل واحده من دول نحط قنبله صغنونه. ليه؟ علشان القنبله الصغنونه دي تساعد ان هو ايه ينفجر. خلينا نجيب البيضه، انا بحب البيض ماشي. نحط واحده هنا واحده هنا واحده هنا واحده هنا واحده هنا حلو. نجيب الوليعه ماشي ونشوف اكبر انفجار العاب ناريه في تاريخ اليوتيوب. يلا اوه ايش ها؟ ايه ده يا جدعان؟ بصوا لسه بيطلعوا. ايه ده؟ 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 المجتمع ده؟ ايه ده؟ بس دول لسه دول هيمشوا دلوقتي تقريبا؟ ولا هما لسه ما انفجروش اصلا ولا ايه بالظبط؟ بصوا ده يا عيني المكان اتسفلت يا بيه اتسفلت. طيب احنا بقى عايزين ايه البتاع اللي كانت باللون بنفسك دي يا جدعان طلعت حلوه. فاحنا هنجربها بس نجربها بقى في ايه؟ عندنا يونيكورن هنا. ايه ده بس يا اختي جميله ازاي؟ والله حلو شكله جميل قوي يا جدعان. واجي احط ده حط ده حط ده حط ده حط ده حط ده ماشي. ولع يا
إيه انت كده ولعت ولا ما بتولعش انت ولا ايه؟ ايه ده بص بيطلع والله ينفع لكيك على فكره، ده ينفع لكيك ده والله، منظره جميل جدا على فكره بجد، الشكل حلو قوي يا عيني. طيب استنوا كده يعني، احنا طبعا انتوا عارفين احنا اعداء الشكل الحلو. ماشي نحط هنا واحده هنا ونولع في دي كده عشان بس نشوف كلهم هم شكلهم عاملين ازاي مع بعض، يعني احنا مش بهدف تدمير المدينه ابدا. يا نهار اسود، الجهاز 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 الجهاز، التاكلها فينا كيكس، مش عارف ايه الكيكس دي، تعال نجربها كده تقريبا دي. ايه ده، هي ليه بقت بتطلع سواد كده، في ايه؟ انا عايز اقول لكم ان كل دول شغالين ما عدا دي، فانا هاخد دي كده. امشي يا بت، انا حسبت انها تنفجر والله. ما خلاص بقى يخرب بيت صداعك ده انت. ايه ده، ده سمعت الكلام سبحان الله. السلام عليكم يا رجاله، ان نولع الكيكه. هابي باي زي تو يو 2022. في ايه في ايه، اوه عملت شكل 2022. بصوا اجيبها لكم تاني. نجيب انهي نجيب انهي نجيب انهي، ايه ماسنجر دي؟ ايه ده، علم امريكا وبيقول لك ماسنجر. اوكي ماشي، اوه العاب ناريه يعني متكرره، يا انا بحسب هيعمل لنا رساله زي ايه ده، هو في رسائل مخفيه فيها ولا ايه؟ لا 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 انا متهيألي انا او انا اتجنن. يا نهاري سويت، يا نهاري يا نهاري سويت، خلاص خلاص. ايه يا عم، ولا روح يا روح، يخرب بيتك يخرب بيتك يا اخي، في ايه يا عم؟ بقول لكم يا رجاله، ما تيجي ونمارس هوايتنا اللذيذه في تفجير البيوت. ماشي انا هخلي الدنيا ليل دلوقتي عشان نشوف المنظر هيبقى عامل ازاي. ماشي انا هحوط البيوت دي كلها بالمتفجرات ونشوف، يلا بينا. هات الولاعه، بس هات قبل ما نجيب الولاعه يا جماعه، عايزين نخلي ان الوقت يبقى قليل. ماشي ايوه بس طفي على كده، ايوه الوقت ده جميل جدا، يلا انفجر يا بت، يلا بت يا ولعي 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 ولعي. يا نهار اسود يا لهوي، ايه بقى ايه الحرق اللي حصلت؟ ايه ده، هو اللي بينفجر هنا؟ انت بتعمل بت، روح ما تعرفنيش، روح ما تعرفنيش يا بت، انت توجعي دماغي. هو ايه اللي حصل بقى، العماره زي ما هي صح سليمه اهي، مفيش حاجه، امال ايه بقى؟ ده انا قلت هيحصل انفجارات بقى والبيت ده، انا سامع حاجه بتولع. لا ده البتاع المعفنه اللي هناك دي ملهاش لازمه. بص بصراحه انا يعني نفسي الاقي فيها مود اقوى من مود النووي ده، انما انا مش لاقي. فلحد ما الاقي الوقت ده هنكتفي بهذا القدر النهارده. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى عايزين جزء رابع من اللعبه، بان اللعبه عجبكم جدا وتحقق مشاهدات كبيره جدا هنا على القناه، متنساش تشترك في القناه، فعل زر الجرس واعمل هنا لايك، عايزين نوصل هنا 2000 لايك. الحلقه الاولى وصلت تقريبا 1000 ونص دلوقتي قبل ما الحلقه دي تنزل تقريبا، فعايزين نشوف 2000 لايك.